الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها. ابائي واخوتي امين. يسعدنا النهارده ان يكون معنا قدس ابونا الحبيب ابونا مينا القمص اسحاق وابونا باحث اكليريكي عريق، وقدم هذه الدراسة مترجمة عن اللغة الإنجليزية عن البحث عن أصول العبادة المسيحية، وقدم في هذا المرجع مصادر وطرق دراسة الليتورجية المبكرة، والكتاب بالفعل صدر، وقد أشرفت الكلية الإكليريكية على إصداره، وهي التي قامت بإصداره بعد أن قام أبونا الحبيب بترجمته. وموضوع الكتاب بيعتبر موضوع دراسة في تاريخ الطقوس الليتورجية التقليدية وحول الأدلة الخاصة بممارسة العبادة المسيحية في القرون المبكرة وفي بواكير المسيحية. أبونا غالبا هيكلمنا عن الأدلة العشرة الخاصة أو المبادئ العشرة لتفسير الأدلة الليتورجية المسيحية المبكرة. هذا الكتاب يأتي ضمن دراسة مادة الليتورجية والطقوس التي نقدمها للطلبة في مدرسة تيرانس. مرحب بقدسك أبونا الحبيب، فرحانين بوجود قدسك معنا، وأيضا فرحانين أن تقدم قدسك نموذج وأيقونة لكل الخدام ولكل الإكليريكيين وكل البحاثة، أن تكون قدسك بتقدم المثل أن لا يكتفي الخادم بما عرفه لكنه يتطلع إلى ما هو قدام في البحث بشغف عن الأصول والجذور التي ندرس فيها المواد الكنسية. مرحب بقدسك أبونا، وطبعا واثقين أن هذا الكتاب، لأن أنا فريت في الكتاب وجدت فيه مادة دسمة سمينة عن مادة منهجية أيضا وبحثية في الاتجاهات الخاصة بدراسة العبادة من بواكيرها منذ العهد القديم مرورا بالعهد الجديد ثم عصر الآباء الرسل إلى أن أتت إلينا الأصول العبادة في الليتورجية. شكرا أبونا، وطلبة تيرانس بيتشكروا القدسك كتير، ودية ربما تكون من أواخر المرات التي ندرس فيها أونلاين، لأن الله قد فرج علينا وأشرق على وجه الأرض بالشفاء، والله يبارك بلادنا مصر وينزع عنها كل ضرر، وتمر جائحة كورونا وتأخذ معها ما أخذته، ونبدأ بمعونة ربنا ونرجع مرة أخرى للدراسة وجها لوجه. تفضل يا أبونا. في الأول أحب أشكر كل القائمين على مدرسة تيرانوس، سيدنا أنبا بافلي وسيدنا أنبا هرمينة وجود سابون الحبيب أبونا سناسيوس على حسن استقباله وضيافته لنا، وأن هو أتاح لنا الفرصة أن أقدر أتقابل وأتكلم معكم. اللي هنتكلم فيه النهاردة هو المبادئ العشر لتفسير الأدلة الليتورجية المسيحية المبكرة. في الحقيقة الباحث بول براتشو في الكتاب ده كان بيعرض لنا علاقة الليتورجية المسيحية بالليتورجية اليهودية، وإزاي الليتورجية المسيحية انبثقت وخرجت من الليتورجية اليهودية. لكن زي ما هو الحال في الليتورجية اليهودية، برضو الحال في الليتورجية المسيحية ما عندناش مخطوطات قديمة من العصر الأول للمسيحية، العصور المبكرة، يعني نادرا لما بنلاقي مخطوطات قرن أول تاني تالت رابع، دي يعني بتبقى حاجة كويسة جدا، لكن ما قبل الرابع غالبا ما عندناش مخطوطات موجودة إلا ما ندر. لكن اللي هنلقى المخطوطات الكويسة بس من محاضرات من القرن الثامن وما بعده، هنلقى المخطوطات وعندنا مصادر لمعرفة ممارسة العبادة، لكن كل اللي قبل القرن الخامس عبارة عن شذرات أو حاجات مهترئة في أوقات كثيرة،
وهي عندنا إشارات ممكن من قوانين كتب القوانين، عندنا إشارات من المجامع، عندنا إشارات من المجالس الكنسية، برضو كلها عبارة عن شذرات. وعشان كده احنا ما عندناش بناء واحد للليتورجية المسيحية، احنا بالضبط عاملين المؤرخ الليتورجي عامل زي القصة اللي هو بيوصل نقاط ببعض، عاملين زي الصورة اللي كنا بناخدها زمان وصل نقط عشان تكون شكل. لكن احنا حتى للأسف ما عندناش ترتيب للنقط دي نقدر نمشي عليها، ما عندناش روابط ما بين النقاط 1 2 3 نقدر نكون شكل مهم. لكن احنا هي عبارة عن نقاط في أماكن متفرقة زي ما قلت لكم، في سواء قوانين المجامع، الكتابات المنحولة، كتابات الآباء القديمة، هنلاقي فيها دراسات عن الليتورجية أو ليتورجية الكنيسة، عن قوانين، عن طقوس، لكن مش مرتبة ترتيب تاريخي نقدر نمشي به ونقول أن ده الترتيب بتاع الليتورجية المسيحية. في نقطة مهمة أتكلم عنها أبو البراتشو، هي عن الباحث أنتون بوم ستارك، وده كان في من 1872 ل 1948. والصراحة بوم ستارك بيشكل استثناء هام في الدراسات الليتورجية، لأنه من أكتر من 50 سنة كتب كتابه المهم جدا اللي هو اسمه الليتورجية المقارنة، وحاول فيه تحديد منهجية لدراسة التاريخ الليتورجي من خلال تطبيق منهج كان بيستخدم في نطاق واسع في النصف الأخير من القرن ال19، وهو المنهج المقارن. المنهج المقارن ده نفع مع الدراسات العلمية والفلسفة الطبيعية والتحليل المقارن ونظرية التطور، وحاول بوم ستارك يطبق نفس المنهج العلمي على الليتورجية، لكن الحقيقة زي ما هنشوف في البحث بتاع براتشو ان المنهج ده منفعش مع الليتورجية. هو اعتمد بوم ستارك على الفهم المتسلسل للتطور التاريخي، يعني كان بيقول دائما ان اقدم حاجة دائما الليتورجية مشت من التنوع المبكر الى التوحيد، هو استنبط كده برضو من المنهج المقارن اللي هو استخدمه، ومن البساطة والإجاز الى الثراء والطلاق زي ما احنا بنقول كده دائما يبونا في الليتورجية، النص الاقصر دائما هو الاقدم والنص الاطول هو الاكثر حداثة. برضو هنشوف القانون ده ايه حاله مع برادشو. ومنذ أن نظر بوم ستارك إلى الليتورجية كوحدة عضوية، اعتبر أن تطورها التاريخي خاضع لقوانين معينة بشكل طبيعي، وادعى أن في قانونين أساسيين يحكمان تلك العملية. أول قانون هو قانون التطور العضوي، وهو خلى موجد بأن الإضافات الجديدة في الليتورجية إلى جانب العناصر الأكثر بدائية، لكن مع مرور الوقت تسببت في اختصارها أو حتى اختفت تماماً. القانون الثاني بيقول فيه ان الظروف البدائية اللي هي العادات الاقدم يتم الحفاظ عليها بمزيد من المصابرة في المواسم الاكثر قدسية من السنة الليتورجية، بمعنى ان العادات القديمة احنا بنحافظ بها في المناسبات المعينة في المواسم الليتورجية، لكن ممكن طول السنة ما تتعملش، فاحنا لو عايزين نعرف ان العادات دي كانت موجودة ولا لا نبص على المواسم الاكثر قدسية في السنة كلها. لكن بعد كده التلاميذ بتوع بوم ستارك هم نقدوا النظرية دي وشافوا ان حاجات تاني احدث طبعا في التطور الدراسة، يعني منهم واحد اسمه فريتز هام قال ان النص الاقدم هو الاقل تأثرا بالكتاب المقدس، لان احنا عارفين كان في نصوص لترجية ممكن موجودة من القرن الاول كان لسه اسفار الكتاب المقدس ما اتنشرتش على مدار المسيحية كلها، فكان لسه ما تقننش الأسفار القانونية بتاعت الكتاب المقدس، فبيقول أن النص الأقل تأثر بالكتاب المقدس هو النص الأقدم، والنص الأحدث أكثر تناسقا، تلقاه كده متناسق مع بعض ومش مبعثر. برضو واحد تاني قال أن النص الليتورجي مملوء بالعناصر العقدية. العناصر العقدية معنى كده أن هو بعد الهرطقات وبعد المجامع، لأن احنا خلاص بدينا نحوي العقائد بتاعتنا جوا النصوص في داخل النصوص، فده اللي بيقولوا الباحثين بعد بوم ستارك. بيقول برضو ان اكتر ما نحتاجه في الوقت المبكر مش بس القوانين اللي بتخبرنا عن تطور الليتورجية نفسها ولا الميول الظاهرة للتطور الليتورجي، لكن اللي بنحتاجه هو بعض الدلائل الإرشادية الموثوق فيها عشان نقدر نعيد بناء
تفسير الممارسة الليتورجية المبكرة. احنا بس هناخد من القوانين وهناخد من المخطوطات ما يعيد بناء الممارسة الليتورجية المبكرة هنحاول نبنيها. فبيتكلم براتشو فيما يلي ان اللي احنا هيقدمه هو نقد موجز لمنهجية بوم ستارك اللي استخدمها فيما يسميه المبادئ العشرة لتفسير الأدلة الليتورجية المسيحية المبكرة. المبدأ الأول بيقول فيه ما هو الأكثر شيوعا ليس بالضرورة هو الأكثر قدما، والأقل شيوعا ليس بالضرورة هو الأقل قدما. الافتراضات دائما المهيمنة بين علماء الليتورجية فيما يتعلق بأصول الليتورجية المسيحية وبالذات في طقوس الإفخارستية ما كانتش مختلفة عن اللي لاحظناها عن الأبحاث اللي في الليتورجية اليهودية، لأن الاثنين اتبنوا على نفس الأسس اللي هو الفقه المقارن أو فقه اللغة المقارن اللي استخدمه بوم ستارك. لكن كان من أهم الافتراضات دي أن الأشكال المتنوعة والعديدة الموجودة في مناطق جغرافية مختلفة اللي هي احنا عارفين الكنائس كانت روما، أورشليم، سوريا، مصر، كل دي كانت أماكن متفرقة لانتشار المسيحي، ان هو عايزين يرجع كل المصادر دي الى مصدر واحد مشترك ما بينهم لحد ما يوصل في طقوس الإفخارستية لطقس السيد المسيح نفسه. ومع مرور الوقت بدأ يظهر التنوع والتطور في الكنيسة، ده اللي اعتقده معظم العلماء. يعني بيقولوا ان الطبقة دائما الاقدم هي اللي موجودة عند الكل والطبقة الاحدث هي اللي مش مشتركة ما بينهم. لكن الاراء دي في الحقيقة مع الدراسات الحديثة مش ممكن تستمر، لانها بتواجه صعوبة كبيرة في توضيح ان ازاي نشأت كل هذه الممارسات المتنوعة من مصدر واحد، لان في الدفاع بتاعهم كان عليهم يتخلصوا من أدلة غير ملائمة كتير وممارسات غير ملائمة لكل واحد، زي مثلا طقس الإفخارستية في الدداخي الفصل التاسع والعاشر. الحقيقة احنا في الدداخي احنا عارفين ان هو اقدم نص موجود، الدداخي اللي هو تعليم الرسل الاثنى عشر، كان بيتكلم في الفصل التاسع والعاشر دايما بيخلط ما بين الكسر الخبز والإفخارستية نفسه والشكر، دايما بيستخدم التعبيرين بالتبادل ما بينهم. فإحنا مش عارفين هل هو بيتكلم عن كسر الخبز اللي هو وليمة الأغابي عادي خالص، ولا بيتكلم عن لما يقول إفخارستية إن هي إفخارستية جسد الرب ودمه. النص كان بيستخدم التعبيرين بالتبادل بدون أي تفاصل بينهم، يعني كان الحقيقة في خلط كبير ما بينهم. ولحد دلوقتي ما حدش يقدر يقول ان الافخارستية لا ما كانش بيقول عليها كسر الخبز، لا الدداخي بيستخدم، الا لو كان الدداخي 9 و10 ما بيتكلمش اصلا عن الافخارستية، دي هتبقى قصة تاني خالص لحد الوقت ما نعرفهاش. فاحنا عندنا كده هو الاكثر شيوعا ليس بالضرورة هو الاكثر قدما، والاقل شيوعا ليس هو بالضرورة الاقل قدما. وزي ما هنشوف في الفصول اللي جاية في الكتاب اللي هيقرأ منكم الكتاب، ان القصة الحقيقية لتطور العبادة المسيحية هي الانتقال من اختلافات كبيرة الى دمج وتوحيد متزايد. يعني احنا عارفين ان الرسل طلعوا من أورشليم كل واحد يبشر في مكان، فكان في كل واحد في اختلافات كتير، واتجهت الكنيسة من القرن الثاني وما بعده إلى حاولة الاندماج مع بعض ومحاولة التوحيد لحد ما وصلنا للكنيسة العالمية زي ما نشوف في القرن ما بعد القرن الرابع في عصر قسطنطين حصل التوحيد الكنسي الباين. وده هنروح له في القانون الثاني بيقول فيه لقد عملت ما تسمى بالثورة القسطنطينية الكثير لتقوية التوجهات الموجودة، كما فعلت بالقدر نفسه لإطلاق توجهات جديدة. غالبا المسيحيين دايما بيصوروا الامبراطور قسطنطين وتحوله نحو المسيحية في القرن الرابع ان هو بيمثل نقطة تحول حاسم لتطور شكل العبادة المسيحية، اعتمد المسيحية كديانة رسمية للامبراطورية، لان انتقلنا من كنائس القبور وكنائس السراديب والصلاة المنازل للكنائس اللي فوق الارض والكاتدرائيات والبازيليكيات، فكان نقطة تحول في شكل العبادة المسيحية. وطبعا ده ما حدش يقدر ينكره انه عمل تباين ملحوظ بين شكل وطبيعة الممارسة الليتورجية.
لكن العلماء بدأوا فيما بعد يدركون أنه لازم يكون واحد حريص في عدم المبالغة في هذا التناقض بين فترتين تاريخ الكنيسة، لأن كل حاجة ظهرت ما بعد قسطنطين كان لها جذور أصلا من القرن الثالث. يعني بقدر ما هو طلع الكنائس فوق الأرض وبنى الكاتدرائيات، لكن جذور الطقوس وجذور العبادة أصلا كانت هي موجودة من القرن الثالث. زي مثلا نبض العبادة اليومي ده كان بيمارس في المجتمعات الحضرية للأديرة، الأديرة القريبة من المدن، وده صلوات السواعي بدأت تظهر برضو في أول القرن الرابع كأنها ابتكار جديد، لكن في الحقيقة لا، هي كانت موجودة ما قبل القرن الرابع وما قبل قسطنطين. برضو الاهتمام بالوقت والتاريخ في الكنيسة بدأ يظهر، لأن احنا عارفين الكنائس كانت بتصلي الأول أمين تعالى يا رب يسوع، لأنه كانوا يعني حاسين أن يسوع قادم زي ما هو قال لهم المسيح جاي بسرعة على السحاب. لكن بدأ يظهر الاهتمام بالوقت والتاريخ وعلم الإسخاتولوجيا، لأن خلاص المسيح لسه المسيح قريب على الأبواب في أي وقت مش لازم، وبدأوا يمارسوا حاجة اسمها اليقظة الإسخاتولوجية، وكان دايما في بتظهر دايما في يقظة سهرة عيد القيامة قبل عيد القيامة. عشان كده بيقول القانون الثاني ان ما يسمى بالثورة القسطنطينية ما بثتش ممارسات جديدة بعكس ما هي أظهرتها لما كانت مخفية تحت الأرض وفي كنائس القبور وكنائس السراديب. تمام لأن هي كانت موجودة وأظهرتها. القانون رقم 3 بيقول الشهادات المشهورة الموثوق بها ليست دائما مصدر ثقة حقا. بيقول مش دائما كل الشهادات المشهورة نحن نثق فيها وناخدها مصدر ثقة. بيقول عديد من الكتاب المسيحيين في إشارتهم للمرسات الطقسية بيأكدوا على حد كبير على ما هو موجود وما هو غير موجود، والدراسات الطقسية التقليدية بتميل دايما لقبول هذه التصريحات كشهادات موثوقة حقيقية عن العقيدة والممارسة الراسخة في الكنيسة. عشان كده عندنا مثالين مبكرين يتتعلقان بتطوير الرسامة الكهونتية وليس الطقس نفسه. أول رسالة كانت لكليمندوس بيعتقد عموما أنها خرجت من الكنيسة في روما سنة 96، احنا بنتكلم أواخر القرن الأول، ودي بتعبر عن إدانة طويلة وشديدة اللهجة لكنيسة كورنثوس لعزلهم كهنتهم واستبدالهم بآخرين. ورسائل برضو القديس إغناطيوس الأنطاكي دي بيعود تاريخها بأوائل القرن الثاني، وبيأكد تكرارا على ضرورة إطاعة الأسقف ورفقائه الكهنة. احنا ممكن نفهم الرسالتين بيعبروا عن موقف الكنيسة المتفق عليهم بشأن هذه المسائل، ان الكهنة اللي بيتم سيامتهم خلاص بيجوا كهنة مدى الحياة، ما كانش في عزل، فكان لازم الأساقفة توعي الشعب ان هم يحترموا كهنتهم يطيعوهم ويسمعوهم، وان السلطة الأسقفية من القرن الثاني كان لها المعيار وكان لها نموذج. لاهوت الأسقفية في الكنيسة في عصر الآباء الرسولين هو أغناطيوس الأنطاكي، يعني أرسى حيثما يوجد الأسقف توجد الكنيسة، حيثما توجد الكنيسة يوجد روح الله، وأن الكهنة مؤتلفين ومتوحدين مع أسقفهم، وأن لا يصنع الكاهن شيئا إلا بأسقفه، وأسقفه لا يصنعه إلا بمجمع الآباء الكهنة في سيمفونية ويعني وحدانية الروح. عشان كده احنا لازم ناخد الشهادات المشهورة دي بنوع من الفحص الدقيق. عشان لما على سبيل المثال مثلا لما يجيك احد الكتبة المسيحيين المبكرين بيقول ان مزمور او في ترتيلة معينة كانت بتستخدم في جميع انحاء العالم، مش معنى ان هو قال في جميع انحاء العالم يبقى هي فعلا بتستخدم في جميع انحاء العالم. يمكن هو لما زار، هو كان في مصر وزار مثلا سوريا وراح زار أورشليم وسمع نفس المزمور، فهو قال انه خلاص كده المزمور ده بيتقال في جميع انحاء العالم. لا، هو ممكن ما بيتقالش في بلاد الغال اللي هي فرنسا، وممكن ما بيتقالش في روما، احنا مش عارفين. فاحنا لازم هو نحدد المناطق المحدودة اللي هو زارها واللي هو سمع فيها المزمور او الصلوة الكنسية اللي قالها.
عشان كده تطور الأنظمة الكنسية والممارسة الطقسية كان أبطأ بكثير مما نحن نعتقد. احنا طبعا مش زي دلوقتي الميديا منفتحة على العالم كله واحنا ممكن نعمل حاجة هنا تتعمل هدينا في اسكندرية والأسوان من العالم كله. زمان لما كان يبقى في قانون وده هنشوفه في باقي القوانين المبادئ العشر دول, لما يكون في قانون بيطلعه مجمع عشان يتطبق في البلد التانية كان ممكن ياخد سنين وسنين لحد ما يوصلهم ولحد ما هم يقدروا يطبقوه وينفذوه. اهو القانون اللي جاي ده على طول رقم 4 بيقول تشكل التشريعات دليلا افضل على ما يقترح حظره وليس على ما يسعى لتعزيزه. بمعنى ان التشريعات والمجامع والمجالس لما بتطلع قانون بخصوص حاجة هو بيبقى عايز يمنع عادة موجودة مش عاوز يؤكد حاجة موجودة. هي لما الحاجة موجودة وعايز يأكدها ما بيتكلمش عليه, هو بيتكلم دايما على اللي عايز يمنعه. في عادة عند الشعب بيبقى محتاج انه يمنعها. فيقول لما احنا نهتم بقرارات المجالس والمجامع عشان البحث عن معلومات حول ممارسة العبادة في الكنيسة المبكرة بنميل دايما بالطبيعة ان احنا نركز على الاشياء اللي بيقولها تلك القرارات من حيث انه يجب او لا يجب القيام بها. زي مثلا مجمع براغا في عام 561 يقول يجب الالتزام بنفس ترتيب المزامير في الخدمات الصباحية والمسائية ولا يجب إقحام الاختلافات الفردية أو الاستخدامات الرهبانية في قانون الكنيسة. احنا ممكن بالطبيعة نميل ان الممارسات الليتورجية في أسبانيا اللي هي اللي تعمل فيها مجمع براغا ان بعد 561 توحدت على طول, لكن الحقيقة مش كده. هنلقى المجمع اللي بعده بيأكد على نفس القانون تاني. معنى كده ان الشعب لسه بيعمل نفس العادة اللي هو عايز يمنعها وبيأكد على الطلب ده مرارا وتكرارا عشان يقدر يوحد الاستخدام في ترتيب المزامير, محدش يقحم صلوات فردية او صلوات رهبانية في العالم. ومش معنى كده برضو ان القوانين دي ملهاش لازمة او يعني ملهاش قيمة في البحث عن الأدلة, لكن في الواقع العكس صحيح تماما. القوانين دي بتوفر لنا دليل ممتاز على ما يمكن يحدث فعليا في التجمعات المحلية وليس ما يفترض القيام به وما هو محظور بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ويجب التوقف عن قيامه. زي برضو مجمع فيزون في عام 529 بيؤكد على ضرورة استخدام مرد كيرياليسون. القانون ده لما يجي مش معنى انه بيثبت الابتكار غريب وانه ده اتقبل بسرعة في البلاد. في الواقع احنا عندنا اثر الاعتماد بعدين, لكن اخد وقت كبير على ما تثبت في الكنيسة وقدر انه هو يتوحد الكنيسة على استخدام هذا المرض في صلواتهم. رقم 5 من المبادئ العشرة بيقول عندما تقدم مجموعة متنوعة من التفسيرات لأصل عادة طقسية أو ليتورجية فمن المؤكد أنه قد تم نسيان مصدرها الحقيقي. في الحقيقة بيقول أن أي مجموعة لعادة طقسية أو ليتورجية هنلقى لها تفسيرات روحية كثير فهي إحنا نسينا مصدرها الحقيقي, وده اللي حاليا إحنا ممكن نلاقيه بيحصل. لما نسأل على عادة هنلاقي نرجع لتفسير روحي بس ايه الاصل بتاعها ما نعرفش, وطالما احنا رجعنا لتفسير روحي هو بيقول يبقى احنا نسينا الاصل بتاع المصدر. دايما بيحكوا عن دايما الحركة بتاعت الكاس, احنا بنفسرها روحيا ان الدائرة لا بداية لها ولا نهاية بتشير الى المسيح, لكن لما نرجع لاصل لاستخدام الحركة دي ليه الحركة دي اتعملت هنلقى انه عشان الكاس زمان كان زجاج فكان ممكن تحصل فيه شقوق فالكاهن يطمن على ان الخمر مثلا ما اختمرش او زاد فحصلت شقوق في الكاس وحصل تسريب, يجي على اخر القداس ما يلاقيش الدم اللي صلى عليه على اخر القداس فكان لازم يطمن الحركة دي. هي الحركة ثابتت معانا وموجودة حاليا, الكؤوس من الفضة ومستحيل يحصل لها شرخ, فإحنا ممكن إحنا مستمرين في عمل هذه الحركة لكن نسينا هي بتاعتي لحد ما اكتشفنا لحد ما اكتشفنا طبعا في الأثار الكؤوس الزجاج الموجودة في المتاحف بتاعتنا. ده كان
القانون الخامس. قانون رقم 6 بيقول القوانين الكنسية القديمة ليست كما تبدو لنا. في الأدب المسيحي المبكر مجموعة من الوثائق تبدو كأنها نصوص لتورجية حقيقية وذات موثوقية، تحتوي على كلا الاتجاهين العبادة وأيضا على كلمات الصلوات وغيرها من الصيغ. وبما أن الوثائق دي بتزعم أن لها موثوقية بشكل أو بآخر، يشار إليها عموما بأنها قوانين الكنيسة الرسولية. احنا اكتشفنا كتير، كان في زمان بيسموه حاليا الأدب المنحول، كان دايما حد يكتب عظة وينسبها لفلان عشان تاخد موثوقية وتاخد مصدر. هكذا القوانين الكنسية كلها طبعا لما انا اقول اثناسيوس الرسولي كتب النص الفلان، فطبعا خلاص هيتنشر على كنيسة اسكندرية كلها ويمكن كنائس العالم كله. لكن في الحقيقة احنا اكتشفنا ان القوانين الكنسية القديمة كلها يعني معظمها كانت قوانين هي منسوبة للاباء الرسل ومش مؤلفات رسولية، وده طبعا حكم مقبول عالميا في الوسط العلمي من بداية القرن العشرين. ولكنها برضو كتبت التقصية رسمية لبعض الكنائس المحلية، احنا ما نقدرش ننكر ده، من القرن الثالث والرابع هي اتكتبت، وما كانتش للكنائس الرسولية كلها، لكن كانت قوانين خاصة بكنائس معينة في القرن الثالث والرابع. زي مثلا الصلوات الواردة في احدى تلك القوانين اللي بيسميها التقليد الرسولي لهيبوليتوس، تم استنساخها واستخدامها في الكتب الخدمة الحديثة العديد من الكنائس المسيحية في السنوات القليلة الماضية، لحد ما اكتشفنا ان هي ما كانتش منسوبة لهيبوليتوس نفسه او مش هو اللي كتبها، كانت قوانين كنيسة واحنا ما كانتش واضحة لينا هي بتاعت ايه. وبيقول براتشو زي ما احنا هنشوف بتفصيل اكبر انه ما فيش سبب هناك ان احنا نفترض ان الوثيقة دي يمكن اعتبارها دليل اكتر او اقل موثوقية للي كانوا بيعملوه المسيحيين الاوائل في عباداتهم، لان كل ما لدينا هو ترجمات مختلفة واعادة صياغة للنص. احنا ما عندناش مخطوطات بنصوص اصلية، برضو معظم النصوص القوانين اللي عندنا هي مجرد ترجمات او اعادة صياغة للنص. فانا ممكن كمترجم اشيل جزء انا مثلا ما بستخدمهوش في كنيستي فانا اشيله، وكانت دايما المخطوطات الليتورجية اكتر عرضة للتنقيح، يعني تتشال من الممارسة يعني الليتورجية او تستبدل يعني كان مثلا عند قانون في روما انا جيت انسخ المخطوط، بس في عادة في روما هم بيعملوها انا ما بعملهاش، فانا بسقط العادة دي، فبما ان انا اسقطتها تبقى روما نفسها ما بتستخدمش العادة دي لان النص منسوب جاي من هناك. ده اللي بيحصل في المخطوطات الليتورجية. انا لازم اخد بالي من النقطة دي كويس، ان احنا كل اللي عندنا مجرد ترجمات او اعادة صياغة للنص. عندنا نوع من انواع التحديث او التنقيح يعني في ال وفي حالة عدم وجود ادلة داعمة من مصدر اخر، فمن الخطر ان ندعي ان اي نص صلاة معين في القوانين كان عادة في عبادة تلك الفترة، وما زال من غير الحكمة بناء على افتراضات مشكوك في موثوقيتها ان نطلب من مجتمعات القرن العشرين ان تجعل هذا النص خاص بها وبيستخدم القوانين اللي احنا ممكن نقول ان هي ترجع للقرن الثاني ثالث ونستخدمها حاليا ان موثوقيتها من القرن الثاني والثالث، واحنا ما عندناش اصلا النص الحقيقي اللي من القرن الثاني والثالث، ونجبر كمان الكنائس على استخدامه وان هي تصلي بيه. رقم 7، المخطوطات الليتورجية اكثر عرضة للتنقيح من المخطوطات الادبية. ده اللي كنت بقول لقدسك دلوقتي وبأكد عليه، ان النساخ والمترجمين في المواد القديمة اللي بتعالج مسائل الليتورجية ما خدوش وقت كبير وطاقة كبيرة في عملهم لمجرد الرغبة العامة في الحفاظ على العصور القادمة. هم اعتقدوا ان الوثيقة بتمنح شرعية لممارسات العبادة باعتبارها ممارسات تقليدية، ان هم لازم يسجلوا اللي بيعملوه عشان يمنحوا الوثيقة وتبقى ممارسة تقليدية. ومن ثم فماذا كان ينبغي لهم ان يفعلوا لما يلاقوا نص لا يتوافق مع تجربتهم للممارسة التقصي، زي مثلا القوانين اللي بتدعو تتنافى مع تلك الخاصة زي ما قلت القدسك، او
حذف بعض العناصر اعتبروها غير مهمة أو ضرورية، فممكن يستنتجوا أن النص اللي أمامهم لازم يمشي على طقس بلادهم أو طقس مكانهم اللي هم هيكتبوا ليه، فكانوا بيحذفوا بعض القوانين، بيحذفوا بعض العادات من الوثيقة أو يسقطها أثناء النقل، يعني خلاص هي ملهاش لازمة مش هيستفاد بيها، وبس في اللحظة دي يقدروا يعملوا استعادة. إحنا هنقول إن دي القراءة الأصلية للنص القديم، لكن هم في زمانهم كانوا عارفين إن هم أسقطوا بعض الحاجات من النصوص دي، لكن إحنا مش هنعرف. فالمخطوطات الليتورجية برضو هي نوع بيسميه براتشو في الكتاب في فصل تاني من الفصول النصوص الحياتية. يعني إيه النصوص الحياتية؟ النصوص اللي ليها علاقة بالمجتمع وبتشكل جزء من تراثه وتقليده، هي مش نصوص ليتورجية قد ما هي نصوص حياتية، لأن كل النصوص الليتورجية اللي عندنا زي ما قلنا هي مجرد ترجمات، فبتشكل حياة المجتمع اللي هم عايشينه، ودايما بتخضع للمراجعة وإعادة الكتابة عشان تعكس الظروف التاريخية والثقافية المتغير. كل ما يتغير عصر النقطة البوينت ديت في منتهى الأهمية في الليتورجية، وإحنا نلاحظ أن ديت في الليتورجية الإبطية والنصوص الحياتية نجد أن الليتورجية فيها أبعاد كثيرة جدا بتشكل الفكر بتاع الكاتب، إن هو كتب عن ليتورجية هو يحياها في البيئة المصرية اللي بيعيش. يعني كلامنا عن الزروع وعن العشب وعن النبات وعن الأزمنة بتاعت مياه النيل، كل هذه جاءت من البيئة ونوع من أنواع التثقف، أن الذين كتبوا هذه الليتورجيات كانوا يحيوا هنا والآن، وجعلوا من الليتورجية نصوص حياتية بتمثل الظروف التاريخية والثقافية السائدة في مصر. لذلك أنه دراسة التطور الليتورجي أمر يخص الجغرافيا والتاريخ وذا شيب اوف ذا ليتورجي في الكنائس الكراسي الرسولية المتنوعة. والنقطة دي اللي علق عليها جود سابونا هي بتدينا لمحة مهمة جدا عن موضوع تطور النصوص الليتورجية. احنا حاليا يعني بيجينا مسكين في النصوص بطريقة غريبة، لا هي النصوص على مر التاريخ هي بتتطور وتتغير على حسب الشكل الجغرافي والتاريخ زي ما قلت. يعني احنا لما نيجي دلوقتي لو قلنا لحد برا هنغير كلمة الملك والجند لا نخليها الرئيس ممكن يخرب الدنيا، لا احنا ما فيش ملك حاليا هنا، هناك ملك بقى فهنخليها مثلا هنخليها مثلا الرئيس، هو عندنا رئيس فهنقول للرئيس، لا ما نغيرش في النص، لا هو النص طول عمره بيتغير وبيتشكل على حسب الوضع الجغرافي. إذا عموما يا أبي إذا لم نتمكن بإقناع الناس فنحن نؤمن ونثق أن الله يسمع الصلاة ويقبل إليه كل بشر، وأن ربنا أعلى من الأفهام وربنا عارف من هو المقصود من هو المقصود حتى وإن كانت لوغاريتمات. فعندنا طبعا وبرضو تظهر تنقيحات كتير في المخطوطات الليتورجية، مع ممكن نفس النص نلقاه باختلافات كمية، يعني نسخ أطول وأقصر لنفس النص، وبرضو اختلافات نوعية طرق مختلفة لقول الشيء نفسه. احنا عندنا مرادفات كتير في اللغة وترجع نلقى اختلافات كتيرة للمضمون نص واحد في الترجمة، لأن دايما الترجمة احنا بنسميها انت بتنقل فهم لفهم. يعني لما اتكلم عن الامثال الشعبية بالذات دايما متعبة في الترجمة، والشعر ده صعب جدا. احنا نتكلم عن الامثال الشعبية بس، انا ممكن اقول مثل شعبي هنا في اسكندرية ممكن في الصعيد ما يمشيش، احنا في بلد واحدة مش لغة، احنا في بلد واحدة بس، فما بالك احنا على مر القرون في حاجات احنا فعلا ما نعرفهاش وتنقلت لنا. أوتسك تقدر تستشعرها بالأكثر بحكم أن أوتسك لغوي وبحكم أن أوتسك مترجم، فديت تقدر تحسها في الترجمة من لغة إلى أخرى، لأنها تنظر بعين لكي تنقل إلى عين أخرى حسب الظروف الشعبية والقوانين والترتيبات والظروف البيئية والاختلافات.
القانون رقم 8 بيقول يمكن أن يستمر نسخ النصوص الليتورجية بعد فترة طويلة من توقف استعمالها. وفي الحقيقة ده كان قانون غريب جدا، لكنه نقطة توازن للمبدأ اللي فات، ان احنا بيقول لازم يبقى عندنا حذر ان احنا نستنتج ان كل شيء بيظهر في المخطوطات ان هو كان موجود في هذه المجتمعات. احنا عندنا بلا شك من خبرتنا الخاصة بعض الصلوات والتراتيل والقوانين والترتيبات اللي بتظهر عندنا حاليا في الكتب الليتورجية، لكن ممكن ما نستخدمهاش. فممكن بعد 100 سنة اللي هيجي يقول لا ده هم كانوا بيصلوا الصلوات دي على طول، هو مش مكتوب قدامه. احنا ببساطة بنفتح الكتاب، ممكن احنا عارفين احنا الصلوة دي مش هنقولها دلوقتي، خلاص هنقلب الصفحة وهنقول غير. بعد 100 سنة اللي هيجي هيلاقي الكتاب لا الصلوة دي كانت تتقال وهي ما كانتش بتتقال. واحنا كمصريين ما عندناش قصة ان احنا القدرة ان احنا نحذف حاجة، احنا دايما كنيسة بتحب تضيف لكن ما نحذفش. عندنا صلوات كثيرة ما بنستخدمهاش لكن موجودة، ما حدش عنده القوة يقول احنا خلاص احنا مش هنستخدم الصلاة دي اذا هنحذفها فونكمل. لا احنا بنسيب كل حاجة زي ما هي وبتقعد للتراث. لكن حاليا بيجي واضح ان ايه اللي بنستخدمه وايه اللي بنستخدموش، طبعا لاختلاف العصور. البعض بيعتقد ان ده خيانة للتراث، وايضا البعض يجد انه ضميريا لا يسمح له ان يجري اي تعديلات حتى وان كانت هذه التعديلات لازمة، على اعتبار ايضا ان الايمان مسلم مرة للقديسين، وان البعض بيعتقد ان هو ده جزء من التسليم فعليه ان لا يمسه ولا ينقل التخم القديم. انا مع قدسك، لكن احنا لازم نوضح ان الصلوة يعني زي مثلا طقس سر الرزيجة، عندنا فيه 3 صلوات، مش كل الكنائس بتصلي 3 صلوات ورا بعض، لكن هو موجود، الكنيسة اللي بتحب تصليه بتصليه، لكن هو موجود، محدش يقدر يقول نحن ما بنصليش الصلوة الثالثة خالص خلاص نحذفها ونسقطها من الكتاب، لا هي موجودة عشان زي ما قال قدسابونا نحافظ على التراث وعلى ما تسلمناه. برضو اللي كان بيحصل في نسخ المخطوطات الليتورجية عشان استخدامها، إلا أن المسيحيين في الأجيال المبكرة كانوا قادرين تماما زينا بالضبط أن احنا يشيلوا معاهم بعض ما نسميه الأمتع الليتورجية الزائدة زي النصوص البدائية ومجموعات من القوانين اللي كانت لقبليهم، لكن بيحطوها برضو في النسخ بتاعهم. مراسيم الرسولية والأبوستوليك كونستيتيوشن موجود بالضبط في المراسيم الرسولية، بيقول في ان عدد من الصلوات كان لها طابع يهودي قوي وبين عليه ان هي صلوات يهودية صرف، لكن محدش قدر يسقطها من المراسيم الرسولية لانه محدش قدر يثبت بالدليل القاطع ان هي صلوات يهودية او صلوات مسيحية استخدمها، لكن المسيحيين شالوها معاهم في كتبهم وفضلت موجودة في المخطوطات من النسخ والنقل. ما هي جزئية ان الطابع اليهودي فيها واضح جدا، لانها ايضا في بواكير المسيحية وفي الكنيسة الاولى، فهي منقولة من خلال ثقافة معينة وبيئة الآباء الرسولين الذين عاشوا ما بعد حقبة ما بعد الآباء الرسل وكتبوا الكونستيتيوشن بتاع الأبوستوليك فازر. ده نتيجة ان هم كانوا عايشين في نفس البيئة اليهودية، وربما منهم كثيرين كانوا يهود وقد تسلموا الإيمان حديثا. يعني بالضبط زي ما قلت وتسكت. عندنا رقم 9، القانون بس طويل شوية هنقرأ. التوجه نحو الإشارة إلى الممارسات ذات الأهمية الخاصة أو الجديدة أو المثيرة للجدل فقط، وربما يتم تجاوز الممارسات الأخرى في صمت، لكن المرة الأولى التي يذكر فيها شيء ما ليست بالضرورة هي المرة الأولى التي يمارس فيها. مش معنى أن أنا لقيت إشارة أول مرة في مخطوط قديم مثلا قرن رابع لقيته بيشير لعادة معينة ان العادة دي ظهرت في القرن الرابع، لا هي ممكن تكون موجودة ما قبل القرن الرابع، لكن الكاتب
حب يوثقها ويديها الموثوقية عشان تفضل في المخطوطات. احنا عارفين ان احنا قديم من في العصر الاول كان دايما الاكتر بيعتمدوا على النقل الشفاهي. ابتدى متأخر موضوع الكتابة ده. فمش معنى ان هي ظهرت في الكتابة اول مرة في القرن الرابع تبقى العادة دي ظهرت في القرن الرابع. لا، هي ممكن تكون اقدم من كده بكثير. الكتاب بس بيحبوا يسلطوا الضوء على الاجزاء الليتورجية اللي يبدو لها اهمية خاصة او يعتبروه من المهم ان يعرفوه المسيحيين الجدد. فابتدى يتكتب زي الإرشادات في الطقوس المعمودية وطقوس الإفخارستية، دايما بيعلموا بيها المسيحيين الجدد، فكانوا يكتبوها عشان هم ما كانوش بيحضروا لا إفخارستية أو معمودية لأنهم كانوا برا المسيحية، فكانوا بيكتبوها لهم عشان يقدروا يتعرفوا عليها. ده بالأكتر من كده ان احنا ممكن نتوقع الانتقائية نفسها في مجموعة القوانين او الترتيبات في ممارسة العبادة، زي ما بنشوف في قوانين الكنيسة القديمة او القوانين المجمعية او القوانين الرهبانية المبكرة. يعني نلقى مثلا ساعات يقول اذكر المزامير المعتادة، نيجي احنا كنبحث في الليتورجيا احنا مش عارفين ايه المزامير المعتادة، هيصلي كم مزمور، اي مزامير اللي هيصليها بالضبط احنا مش عارفين. يقول له كده في القوانين افعل ما هو معتاد في كل مكان في هذا اليوم. احنا يقال احنا ايه هو اللي معتاد احنا مش عارفين. زي احنا دلوقتي مثلا احنا عارفين ان احنا في ترتيب الصلوات هنرجع مثلا نصلي نعظمك من باكر وبالحقيقة بدون ما تكون مكتوبة، فممكن مكانها نحط افعل ما هو معتاد. احنا في العصر ده فاهمين اللي احنا بنعمله، اللي هيجي لو حد مش بيصلي معانا او حد مش فاهم الطقس بتاعنا هو مش عارف في الحتة دي في ايه، فبيحاول يكتشف. ودي حاجات موجودة كتير في القوانين احنا لحد دلوقتي ما عرفناهاش، ربما تظهر في المستقبل او بالبحث. ومن ناحية اخرى برضو ان احنا ما نتسرعش ان احنا نستنتج الاستنتاج المعاكس. احنا ما عندناش اصلا قائمة كاملة يعني هل في قائمة كاملة من التعاليم الخاصة بالترتيبات الطقسية ديت ولا ايه عن مصادر مبكرة؟ لا لحد الوقت ما فيش. يمكن القوانين الرهبانية يشتغل فيها اخونا موريس وهيب هتصدر قريبا. دي كانت قوانين انبا بيجول اللي كتبها انبا شنودة، هيصدر وكتبها انبا شنودة بعده حوالي 596 قانون ولا 496 عن قوانين الرهبانية، هيصدر قريبا عن الكلية الكليركية ان شاء الله. فده نتفائل يعني ان احنا يكون هنقدم حاجة احنا فيه. بنحيي الكلية الإكليركية على هذا العمل، كلية الإكليركية بالأنبا رويس طبعا، على العمل العلمي الكبير اللي بتصدروه في الترجمات، حاجة بركة حلوة قوي. زي ما قلنا ان احنا ما نستنتجش الاستنتاج المعاكس، ان احنا نفترض ان زي ما قلنا اول مرة اللي يذكر فيها الشيء هي اول مرة يمارس. برضو ما ينفعش نستنتج ان معنى عدم ذكر الشيء انه لم يتم ممارسته، لانه ربما يكون بيمارس وما تذكرش في الكتابات، لان زي ما قلنا الناس كانت معتادة عليه او فاهمة الطقس اللي بيحصل في وقته. رقم 10 والقانون الاخير، وده مهم جدا هو التاج بتاع كل القوانين، يجب دراسة النصوص دائما بحسب السياق الخاص به. ما ينفعش اتعامل مع نص كده لوحده، انا لازم افهم السياق اللي خرج فيه النص، اتكتب امتى، اتكتب ليه، اتكتب لمين. ده كله مهم جدا في فهم النص وطبيعة النص. وده بيعتمد الى حد كبير على نوع المادة اللي بنتعامل معاه. فاحنا ما نتوقعش مثلا المعاملة نفسها مع احد الموضوعات زي الموضوعات الباقية، زي مثلا ما فيش هناك تشابه في التعامل مع كاتيشيزم الموعظين زي القوانين الرهبانية لتلاوة صلاة السواعي. يعني انا ما ينفعش اخد نص للموعظين واقول ان هم كانوا بيصلوا مرتين وطبق النص ده على القوانين الرهبانية، لا انا لازم افهم سياق النص هو اتكتب لمين واتكتب ليه عشان اقدر احكم على النص واقدر احكم على الطقس اللي موجود في هذا النص. الخلفية بتاعتها.
حتى الشهادات التاريخية الغير دقيقة ساعات بتستمر في تقديم أدلة مفيدة، يعني حتى رغم ان احنا عارفين ان هي غير دقيقة لكن ساعات بتقدم أدلة مفيدة عن الفترة اللي نشأت فيها، زي الكتب الأبوكريفة مثلا. احنا مناسق شوف ما عندها، هي مش قانونية لكن احنا ممكن نفهم الإطار العام والفكر اللي كان ماشي في البلد في الفترة دي. ودراسة السياق برضو بتنطوي أكثر على مجرد نقد المصدر أو الشكل، أنا لازم السياق ده بشوف الشكل ده ليه، لأن الشكل ده مهم جدا بتاع النص، السياق والمصدر بتاعه مهم جدا، هل اضافت ليه حاجات فيما بعد اتنقح ولا لا، ده كله بيفرق في فهم النص. دي كانت المبادئ العشر، أو زي ما بيسميها هو برادشو الوصايا العشر لتفسير الأدلة الليتورجية المسيحية المبكرة، اللي ممكن طبعا تكون مهمة جدا في المهمة بتاعت اللي احنا اتكلمنا فيها ربط النقاط معا، عشان نقدر نكون صورة للأجزاء اللي هي متناسرة في العبادات المسيحية في القرون الأولى من تأسيس الكنيعة. طبعا هو في تاريخ الكنيسة، طبعا هو مدعيش ان المبادئ العشرة دي هي مجموعة نهائية او شاملة للمبادئ كلها، لا هو بيقول ان هي قابلة للإضافة وقابلة للتنقيح وقابلة للتطوير لأي حد يقدر يشوف اي قانون جديد يتعامل به مع النصوص الليتورجية اللي ظهرت من العبادة المسيحية الأولى، عشان نقدر نكون صورة نهائية أو زي ما بيقول نعيد بناء التطور الليتورجية المسيحية المبكرة. دي هي كانت المبادئ العشر، ودي كانت نهاية المحاضرة بتاعتنا، وشكرا لك أبونا وشكرا لاستضافتك. شكرا أبونا الحبيب على بحثك القيم وعلى هذا الكتاب الرائع اللي احنا راح نقتنيه في المدرسة، لانه هو كتاب فريد يعني وجديد في فكرته، يعني ما عندناش، يعني اقدر اقول ان احنا ما عندناش كتاب بيدرس او بيبحث عن اصول العبادة المسيحية وعن جذور الليتورجية المبكرة، واستيل الى الان ان دراسة التاريخ الليتورجية هو حقل بكر في كنيستنا، يحتاج الى مزيد من التعب والجهد. فشكرا ابونا على ترجمتك الكتاب من اصله، هو يعني عمل دؤوب وعمل هام جدا جدا، والكتاب يعني اكتر من 220 صفحة ومرجع باللغة الانجليزية، فده حاجة قيمة جدا، انه حتى وان كانت المحاضرة بتاعت النهاردة قد تبدو للبعض انها ثقيلة او انها فيها تقنية لاهوتية او فنية في الليتورجية، الا انها تفتح امامنا ابواب عشان ننفض الغبار عن اذهاننا ونقدم مزيدا من العصف الذهني لكي نبحث وندرس ونتشوق وندخل الى الاعماق. ربنا يبارك كل عمل لمجده اسمه القدوس، ويعطينا فهما ويعطينا نعمة ومعونة لكي نفهم ماذا نتكلم ومع من نتكلم، وكيف ان الاباء قدموا هذه العبادات بالدموع وبالسجود وبالصلاة وبقرع الصدور وبرفع الايادي لكي يقدموا لنا عبادة مقبولة للثالوث القدوس، يتمجد الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها، آمين.